هنا هنتكلم على الارتكوليشنز اوف ذا كلافكل. كلام طبعا معاد، ادي عندي هنا هو الكلافكل الاسترنال اند بتاعتها ارتكوليتد مع الاسترنم وتعمل جوينت اسمها سترنو كلافيكولار جوينت، ودي سينوفيال جوينت كومباوند فرايتي. اللاترال اند ارتكوليت مع الاكروميون هنا اهو، تعمل لي اكروميو كلافيكولار جوينت، ودي سينوفيال جوينت بلين فرايتي او سلايدنج فرايتي. يعني ايه؟ الحركه عليها تبقى زحلقه، بس تتحرك كده تتزحلق الكلافيكل على الاكروميون. التو جوينتس دولت سبورتد باي ليجامنتس، ف من ميديال اند سبورتد بالليجامنت اللي من تحت دي اسمها كوستو كلافيكولار ليجامنت، اللي بتربط الفيرست كوستال كارتليج مع الكلافيكل. وبعدين اللاترال اند سبورتد بليجامنت اللي هي كوراكو او الاكروميو كلافيكولار جوينت، سبورتد بليجامنت اسمها كوراكو كلافيكولار ليجامنت اللي هي من الكوراكويد بروسيس لحد الكلافيكل، اللي هي دي الكوراكو كلافيكولار ليجامنت. يبقى دولت الارتكوليشن اوف ذا كلافيكل. نيجي في الامتحان دايما يديك الكلافيكل يقول لك اتعرف عليها رايت ولا ليفت. هو اللي بيحصل ان انا ايه، انا بطبق الكلام اللي انا قلته قبل كده. انا عشان اعرف اي عظمه رايت ولا ليفت لازم اعرف 6 حاجات وبعدين احطها على جسمي. ال6 حاجات اميز الميديال اند من اللاترال اند، الميديال اند كوادرانجولار، اللاترال اند فلاتنت. اديني ميزت حاجتين. ازاي اميز الانتيرور من البوستيرور؟ الانتيرور الميديال تو ثيرد كونفكس، البوستيرور كونكيف. ماشي، ادي انا عرفت الميديال تو ثيرد كونفكس والبوستيرور كونكيف، عرفت الانتيرور من البوستيرور. ازاي اميز السوبيرور من الانفيرور؟ السوبيرور اولموست سموث لان ده سب كوتينس تحت الجلد. الانفيرور بميز في وجود الجروف اللي احنا قلناها قبل كده اسمها سب كليفيان جروف، ده بيبقى موجوده في الميديال بارت او الميديال تو ثيرد. في اللاترال ثيرد في الكونويد تيوبركل وترابيزويد ريدج بيبقوا واضحين جدا. يبقى انا عرفت السوبيرو سموث، انفيرو في سب كليفيان جروف، في كونويد تيوبركل، في ترابيزويد ريدج. الميديال اند دي الاسترنال اند بتبقى كوادرانجولار، لاترال اند فلاتن، الانتيرو كونفكس ان ذا ميديال تو ثيرد، وهنا البوستيرو كونكيف ان ذا ميديال تو ثيرد. يبقى اقدر احطها على نفسي واشوف الكلافيكل دي ايه، يبقى ديت دي تطلع رايت كلافيكل.